وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يطلعان على سير تقدم مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى. وحدات الحرس الوطني بمدنين تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من الحليب قدرت بحوالي 75 ألف دينار. أشغال توسعة الطريق الوطني الرابطة بين صفاقس والمحرز تستأنف بعد تعطل لفترة طويلة لأسباب عقارية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة النشرة المسائية الأولى. في زيارة إلى مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، قام وزيراء خارجية الفرنسي والألماني بالاطلاع على سير تقدم المشروع الذي تمول فرنسا وألمانيا قسطا منه. مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى يربط بين تونس العاصمة ومنطقة الجنبيعة وتونس العاصمة ومنطقة بوغدفة. مشروع تقدر كلفته الجملية ب 55 مليون يورو، ساهم في تمويله المانحون الأوروبيون بنسبة 60%. المشروع في مرحلته الأولى أخذنا بعين الاعتبار معنا خصوصية الجهة اللي ما أخذتش حظها معنا في السابق في حقها في النقل، وهذاك علاش معناها أعطيناها الأولوية. المشروع إن شاء الله يكون جاهز في جويلة 2017، وباش تكون معناها طاقة الاستيعاب متاعه في حدود 600 ألف مسافر يوميا. مش يسهل يظهر لي زاد الحركيه لهنا؟ اكيد هو مش باش يسهل برك، يعني معناها انا نعتبر انه مشروع لارافير لو ريزو فيروفي رابيد معناها باش يغير خارطه النقل في تونس بصفه عامه. مرحلة أولى من المشروع تمتد على مسافة 18 كيلومترا ونصف، قام وزيرا الخارجية الفرنسي والألمانية بالاطلاع على الجزء الممتد بمنطقة السيدة المنوبية. هو مشروع سيساعد تونس كثيرا ويخلق حيوية ويسهل الحركة ويوفر مواطن شغل أيضا للتونسيين. نحن سعداء بتمويله. نعتقد الزيارة هذه فيها دعم للمشروع، دعم لتونس، لأنه بالزيارة هذه معنا فما ميساج قوي مش يتعدى للعالم بأن تونس فيها مشاريع قاعدة متقدمة فيها الأمن. 35% هي نسبة إنجاز المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في جويليا 2017. تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم مدنين من إحباط عملية تهريب أكثر من 46 ألف لتر من الحليب بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى حيس النور بمدنين، وتقدر قيمته البضاعة بحوالي 75 ألف دينار، كانت على متن 3 شاحنات كبرى متجهة نحو القطر الليبي. تم إحباط فجر اليوم عملية تهريب متمثلة في 3 شاحنات معناها معبأة بمادة الحليب، والكمية نتاعها 46,140 لتر باتجاه القطر الليبي. وتم إحباط العملية هذه بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة حسي النور من بمدنين، وتبلغ القيمة نتاع الكمية المحجوزة هذه حوالي 75 ألف دينار. تم تحرير المحاضر في الشارع وحالتهم إلى وزارة التجارة الممثلة في ولاية مدنين للتصرف في الكمية. منذ بداية شهر أفريل تقوم مختلف الوحدات الأمنية بولاية توزر بإجراءات أمنية مشددة للحد من خطر الإرهاب والتهريب خاصة على المناطق الحدودية، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المكثفة للوقاية من حوادث الطرقات. نتابع. دوريات أمنية مكثفة في إجراءات وقائية تقوم بها وحدات الحرس الوطني بتوزر منذ أوائل شهر أفريل لمحاولة سد المنافذ وتعقب أثار المهربين والإرهابيين بين التضاريس المتنوعة والمترامية الأطراف التي تعرف بها هذه المناطق الحدودية لولاية توزر. وقفنا سيارة هزة الحديد، كمية من الحديد كبيرة، لأن الشوفير ما امتثلش للعملية لإشارة الوقوف وحاول تجاوز الحاجز الأول، وزاد تجاوز الحاجز الثاني، وفي الحاجز الثالث ما كنا باش نوقفوه. دورية مشتركة مع الفرق الاقتصادية للحد من خطر وتزايد تهريب السلع والمواد المدعمة. عمل دؤوب، عمل يومي، نقوم بحملات مسترسلة وحملات متنوعة
جميع تشارك فيها جميع الاختصاصات، ركزوا برشا خاصة على المناطق الحدودية اللي قايمين بواجب هو بحماية البلاد. وبالتوازي تعمل فرق حرس المرور بإقامة رادارات للحد من ارتفاع حوادث الطرقات. اليوم معناها خذينا تجاوز سرعة الرادار نظرا معناها لتكاثف حوادث المرور في الفترة الأخيرة على كامل تراب الجمهورية. تحديات أمنية كبيرة لتطوير سياسات أمن البلاد لا سيما المناطق الحدودية، وجملة المخاطر المتنوعة كخطر التهريب والإرهاب وهما يتطلب تعاونا إقليميا متماسكا لمزيد تعزيز القدرات الأمنية لحفظ البلاد والعباد. يتواصل إضراب الجوع الذي ينفذه عدد من المشاركين في اعتصام وسير أمام مقر ولاية تطاوين للمطالبة بالتنمية والتشغيل وخاصة الحاسم في مشروع غاز الجنوب. وكانت جلسة عمل وزارية خصصت أمس للنظر في المسائل التنموية بولاية تطاوين أفضت إلى إقرار إنجاز مشروع غاز الجنوب كمشروع متكامل بجهة تطاوين حسب ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس عن رئاسة الحكومة. وسيؤدي وزير الصناعة والطاقة والمناجم زيارة إلى ولاية تطاوين خلال الأسبوع القادم لتقديم مشروع غاز الجنوب ومراحل إنجازه، كما سيزور وفد حكومي الجهة. استؤنفت الأشغال في مشروع توسعة الطريق الوطني عدد 1 الرابطة بين صفاقس والمحرز في مستوى عدة نقاط، وذلك بعد تعطل لفترة طويلة. هذه إحدى النقاط التي استؤنفت فيها أشغال توسعة الطريق الوطني رقم 1 بين المحرس ونقطة، وإن لم يتم فض الإشكال العقاري بشكل نهائي. احنا تو في بلايس معناها اللي نجموا نخدموا فيها، معناها تحلت المشكلة مع المواطنين، ومالوريزمون ثم بلايس مازال أونكور معناها فهمت. نجم نقول لك ثم بريسك تو ليبر معناها تحكموا فيها كيلومتر 700 من منشأة رقم 1 اللي هي باساج نتاع السكة في المحرس أحد المنشأة المالية. بحكم الكونتاكت الكبير مع المواطنين اللي هنا وندوروا عليهم باش نحاولوا نتفاوضوا معهم باش يسيبونا الأراضي نخدموا حتى الساعة يكون التعويضي، هم متفاهمين باش يسيبوا الأراضي متاحهم، لكن عندهم زوج إشكاليات. وقته التعويض يحبوه في الإبان تعويض متاحهم، والقيمة اللي هي فما أكثر 80% من الأشخاص معارضين على القيمة متاع التعويض. إن شاء الله معناها المواطنين يتفهمونا اللي ويقتنعوا اللي راه فهمتني ولا مستحقاتهم الكل فهمتني ولا مضمونه وراهي معناها مضمونه وموجوده في ميزانيه الدوله على مخصصه للاراضي نتاعهم. 11 كيلومترا هو طول المسافه التي كانت الاشغال فيها معطله، تعطيل اثر على مستعملي هذه الطريق. توا معناتها الامرتسارات مش يدونيش شهر ونص وطيح لي بطانات كيف سيرون بلوكات كيف الظلف يتكسروا لي التاكسي توا حاليا التاكسي تاعي في الكراج صلح فيه. يسر ما عادش ماشيين من الطريق، ما نشد البيست وما نمشيش من الطريق. الطريق هذايا فيها اكثر من 20,000 سياره في النهار، معناها حركه كثيفه، والضمان نتاع سلامه حركه المرور هذيك اولى الاولويات نتاعنا فهمتني ولا رقم 1. القسط الأول من مشروع توسعة الطريق السيارة رقم 1 أصبح في مرحلته الأخيرة، ومحاولات لاكتمال هذا المشروع الحيوي بالنسبة إلى مستعملي الطريق والفاعلين في المشهد الاقتصادي. إلى موضوع يتعلق بالبيئة، فتتواصل بولاية الكاف حملة النظافة، وقد تم القضاء على العديد من النقاط السوداء بالجهة رغم قلة التجهيزات والإمكانات. مكنت حملات النظافة بولاية الكاف من القضاء على بعض النقاط السوداء والمتعلقة خاصة بالمصبات العشوائية للفضلات المنزلية وفضلات البناء وتعهد عدد من المناطق الخضراء. النيابة الخصوصية بالجهة أكدت تواصل هذا المجهود بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وذلك بالرغم من النقص في وسائل العمل الضرورية لإنجاح هذه الحملة. الحملة هذه شملت 20% على اساس معناتها 80% مع تنظيف على في الكاف، ال 20% التراكمات اللي نشوفها هذه واللي شفناها معناتها سابقا هي نتيجه ال 20% اللي معناتها عجزنا كبلديه على ازالتها لاسباب والمعوقات اللي مش نذكرها سيادتك، منها نقص الماتريال، نقص فادح في المعدات. ونطالبوا شويه بوعي من طرف المجتمع المدني ومن الاهالي وباش يساندونا.
السيد عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية والجهوية أكد خلال متابعته لهذه الحملة العمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات والمجالس الجهوية لإنجاح الحملة. وتم القضاء على عديد من النقاط السوداء بالنسبة لفضلة المنزلية. النقطة السلبية هي فضلة الصلبة أو فضلة البناء ما مش يقع، معناها توفير ما يلزم لحتى تتمكن على الأقل هنا يساهم المجلس الجهوي بكراء معدات يساهم بها في حملة النظافة. على صعيد آخر، تشهد مدينة الكاف إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على الجانب البيئي. جمعية رعاية القاصرين ذهنيا بقرقنا اضطرت خلال هذا الأسبوع إلى التوقف عن إسداء خدماتها إلى منظوريها داخل المركز أو خارجه بسبب تراكم ديونها وعجزها عن صيانة تجهيزاتها. نور تظل تنتظر زيارة المربية فاطمة لتقوم بشؤونها، كما لا يمكن لها أن تنتقل خارج البيت دون وسائل نقل جمعية رعاية القاصرين ذهنيا فرع قرقنة. هي الجمعية الوحيدة اللي معنية بنا وهي اللي تعاون فينا بالكربة هذه، نسافروا ويخرجونا نعملوا دي فواياج، هي اللي تهزنا للسبيطار، يعني تقف الكربة هذيك بريسك احنا زادا نقفوا. حوالي 20 حالة رعاية بالبيت على شاكلة نور، ومثلها السيدة بيا التي ما زالت تذكر يوم عجزت الجمعية عن مساعدتها في رعاية زوجها وابنتها. نهار اللي سفرت انا ولامسين سفرت صار فيه لا نلقى شكون يطلع معايا في الكار ولا نلقى معناها شكون يوصلني، معناها التاكسي ما يهزنيش من البابور للسبيطار. الفترة هذه تراكمت الديون علينا وعدنا وسيلة النقل طاحت زاد يلزمها برشا صيانة، وعدنا وسائل النقل الأخرى سيارات لنستغلوهم في رعاية بالبيت وفي تنقلاتنا للرياضة والمستشفى الجهوي بصفاقس وحتى المستشفى الجهوي بقرقنة زاد في حالة في حاجة للتأمين. لا عندنا بسيكولوج لا أرتوفوني لا مصر لا الكيب كله ناقص، كان عندنا إمكانيات كان هذا يكون موجود ويكون العمل أنجع وخير. أزمة مادية خانقة وظروف تربوية تدعو إلى مراجعة جذرية لطريقة التعامل مع هذه الشريحة. نحب كار تصلح لنا الكار، ونحب منسج، ونحب تقعدوا لنا السنتر. بين السيد المدير الجهوي عند اتصال به هاتفيا فهمني، قال لي راهو براسك الميزانيه نتاع الجمعيه هذه 90% من الدوله فهمني، وقاعدين يصرفوا لهم فيها بصفه انتظاميه، يبقى ال 10% يلزم هنا الجمعيه والاعضاء نتاعها معناها ينشطوا شويه يطرقوا البيبان. اتصلت كيف الشركه نتاع الخدمات البتروليه وشرحت لهم الوضعيه، قالوا لي اعرب عن استعدادهم انا المساهمه. قلت لهم فيهاش برشا مشاريع وفيهاش برشا شركات، نظن مشروع نتاع اسمه مركز استياف للمعاقين ينجموا يخدموا فيه هما، خاطر المشكل نتاع المعاق الذهني هي الانتجراسيون. مقترح مشروع لتفادي الازمات الماليه لهذه الجمعيه وحظوظ النجاح فيه قد لا تحتاج الى دليل مع وجود هذه القطعه الفنيه التي تبحث عن من يعرف قيمتها مثلها، مثل الانامل التي ابدعتها. نهايه النشره مشاهدينا، واليكم تذكير بعناوينها. وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يطلعان على سير تقدم مشروع السكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى. وحدات الحرس الوطني بمدنين تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من الحليب قدرت بحوالي 75 ألف دينار. أشغال توسعة الطريق الوطني الرابطة بين صفاقس والمحرس تستأنف بعد تعطل لفترة طويلة لأسباب عقارية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.